تحية وعودة من جديد لكل المشاهدين اللي بتابعونا في صباحاتنا السودانية. وصلنا إلى فقرة من ملفات الصباح اللي هنتكلم عنها في هذا اليوم. بنتكلم عن التوب السوداني، وطبعا التوب السوداني ما يميز المرأة السودانية عمارة عن باقي نعم تريد مارك ما يميزها بتفاصيله المختلفة، تطوره على مر السنين. واحدة من الحاجات اللي بقت جميلة جدا جدا، النساء أبدعوا في تصاميم كثير من الثياب، بقى في أشكال ألوان مختلفة، أفكار نفسها مختلفة. واحدة من الناس اللي برضو قدمت التوب السوداني بشكل مختلف وجميل جدا، وجات الليلة برضو عشان تشركنا وتشرك نثرت المشاهدين ونثرت الجمال ده تسابيح علام. هي ضيفة مميزة موجودة معنا داخل الاستوديو. كيفك؟ صباح الخير يا تسابيح. مرحب بك شهد، ومرحب بك عمار، ومرحب بكل مشاهدي برامج صباحات سودانية، وسعيدة جدا بالاستضافة. نحن الأسعد بك، نورتينا كثير، ولسه حنخش معك لهذا الحوار فيما يخص التوب السوداني، لكن خلينا نشاهد هذا التقرير عن التوب السوداني والفنان الكبير اللي حو عنده أغنية جميلة جدا عاجبني، الحبيب بحشمة لابسة التوب. خلينا نشوف. تاريخ الثوب السوداني إلى أزمان ماضية، وظل طوال القرنين الماضي والحالي رمزا لهوية وشخصية المرأة السودانية وشكلا من أشكال إعلان الانتماء الوطني والجغرافي. ففي الماضي كانت الفتاة في السودان تلتزم بارتداء الثوب بمجرد بلوغها سن 12 من عمرها، بما يعتبر شبه إعلان عن اكتمال أنوثتها ومعبرا عن وصولها سن الزواج ولفت نظر الشباب إليها. لا يمكن بأي حال اعتبار الثوب السوداني مجرد زي يميز السودانيات، إذ تعتبره المرأة السودانية سلوكاً ينم عن أنوثتها ومظهراً اجتماعياً يمنحها الكثير من الجمال والتفرد والتميز في الداخل والخارج. يتكون الثوب السوداني من قطعة من القماش يختلف طولها حسب طريقة ارتدائه، ربط أو عادي. وثوب الربط وهو الذي تقوم المرأة بربطه عند منطقة الخصر، وتتعامل المرأة السودانية مع الثوب حسب ميقات ومكان ارتدائه. فهناك عدة أنواع للثياب السودانية، منها ثوب المنزل، ترتديه السودانية عندما تستقبل أحداً في منزلها وهو ما يعرف بتوب الهزاز. توب الجيران، وهو الذي ترتديه المرأة السودانية عند زيارة جيرانها، وعادة ما يكون ثوباً بسيطاً. توب المرقع، وهو ثوب يتناسب مع المناسبة وميقاتها، فإن كانت نهارية تلبس المرأة ثوب التوتل العادي. ويظل الشعب السوداني الذي اشتهر بأزيائه الخاصة والمختلفة أنموذجاً ومثالاً للاحتفاء بالانتماء للوطن والجغرافيا. الزراك فوق تقول حرير، الرقيبة قزازة عصير، يا سلام. طب الزراك ده حسه ما في طبعاً، والله يا عمار في عايز اقول لك كلام في الزراق، وفي برضه زمان اسمه كان في واحد اسمه لندن، لندن ايوه، كرسي جابر عثمان حسين، وعثمان حسين، وفي برضه في الهمر، الهمر ده جديد الحين عند اخر حاجه الهمر ده جديد، لكن كل الاسماء بتاعت الثياب دي والصيحات بتاعت الموضة طلعت في الثياب كانت جميلة جدا وموجودة لغاية الآن يعني. خلينا نتعرف عليها أكثر، نتكلم عنها أكثر مع ضيفتنا تسابيح. تسابيح، أول حاجة قبل ما نجي نخش نتكلم بس عن الثياب، أنت في البدء شعرة صح؟ طبعا. شنو اللي خلاك تعمل المزيج الجميل ده، الشعر والتطريز؟ طيب أنا أصلا بكتب شعر، عندي ديوانين شعر، لكن الشغل بتاع الثياب كانت موهبة حصريا علي، يعني كنت بعمل ثيابي براي، يعني بمشي أجيب الحاجات وبجي أشتغل التوب اللي عايزة ألبسه أنا يعني بكون عايزة ما ألبس حاجة لابسين الناس كلهم، يعني عايزة تكوني مميزة ما الحاجة المستهلكة أيوة اللي موجودة في السوق. فبعد ذاك لقيت نفسي ماشي كويس في الحاجة، فطورت الدخل كويس أي. كمان يعني احسن بقى فيها دخل، يعني بنات خالتي ببيع لهم كذا شويه، الموضوع شايفاه ماشي كويس، فقلت اطور الحاجه اللي قدامي. طيب مين بيساعدك كان في البيت، يعني واقف معك منه الحاجه دي؟ عاوزه مساعده، عاوزه نفير، يعني بتلقى انه في البيت عشان ما يظبط التوبه الواحد لا عاوزين ثلاثه اربعه
نسوان كده معك يعني. لا أنا بشتغل براي. أنا في اليوم عادي لو فاضية اليوم كله ممكن أشتغل توبين في اليوم عادي، لكن بعلم أختي الأصغر مني يعني بعض الشغل، مثلا شغل الإكسسوار كده، فهي هسي بتعرف بقت محترفة الشغل بتاع الإكسسوار ذاته جميل جدا. طبعا أنا هقوم أعرض جزء من الحاجات الموجودة معنا هنا. الجميل فيها إنها برضو ليها علاقة بالتراث، بتحس إنها يعني سودانية حقتنا. صحيح. الإكسسوارات المعروضة وشبين بيع الدجالات نوعا ما. وحجزت واحد طبعا أنا هنالأخضر، شايفه الأخضر والأسود. دايما بوثق الموضوع ده على الهواء عشان الزول بعد ما تخلص الحلقة ما يقول لي أنا ما قلت لك، عرفت؟ مبروك. طيب التسابيح طالما احنا يعني بداية تعريفنا بك انه انت شاعرة، فما ممكن تخيل لي نواصل الحوار ده قبل ما نسمع منك حاجة. قطع اخضر كده ان شاء الله. والله طوالي لما الدموع في الخد تسيل، يا سلام، ما ممكن اقدر امنعها. زي النعاس بين الجفون لو طاف عليها بيسرع، وعيني تغط في نوم عميق والجثة تلزم مضجعها. لما الدموع في الخد تسيل ما ممكن اقدر امنعها. ما عارفه طيب لما الدموع دي تسيل بس بالتوب كده قشيه بالتوب وبهديك الفات والجاي والمات، بهديك الروح والحس والذات يا زول، مفتون بكل صفات وصفاتك انت فرح وامل واجمل حاجات. يا سلام. احلامي اكون وطنك ذاتك، واكون منك بكل ثبات، هديك ايام من فرحة تدوم وتزيل عنك باقي الآهات يا زول، يا راحة يا ضل يا كيف، يا رشفة حب يا أحلى خريف، يا رزاز المطر الشال الهم، يا فرحة يا بسمة تزيل الغم يا زول. أنا بيك يا سلام. أوفيت حروف وأنا قاعدة حداك نسيان الخوف، وحبك حافر جوا الجوف وأنا بين اللهفة مناي الشوف، وأشوفك بس يا زول يا شوك وهديك. يا سلام. الفات والجاي والمات، بهديك الروح والحس والذات. يا سلام. أزود تكتبوا له في الشعر بهنا وتشرطوا بستة مليون خمسة مليون ربع مليون. لازم طبعا لازم. تحية برضو لزوجك سراج النعيم. تسلم. صباح الحيو. يا ريت لو تعرفنا برضو على الأسعار، يعني نسمع والله إنه يقول لك يا أخي توب خمسة مليون ستة مليون يعني شيء مكلف جدا. لا والله أنا ما عندي توب خمسة مليون ستة مليون، على قدر يعني انا ما قاعد اخذ في التوب حتى سعر خرافي كده مضاعف. مرات بحس انه انا ممكن اتحاسب على الحاجه دي، يعني ربنا ذاته بحاسبني على كده. انا لو بشتري التوب ب 300 400 هو ساده، ما ممكن ابيعه للناس ب 2000. يعني مواده ما ممكن تكلف نفس السعر. خليك من اسعار التوب، لكن اسعاري في متناوليه اي زول، يعني اي انا اي زول بشتغل له حسب قدر الحاجه اللي عنده، يعني قدر اللي عندك انا بشتغل لك. طيب طيب المواد اللي انت بتشتغلي بيها اول الحاجات اللي بتطرزي بيها تياب، يعني احنا هسه زي ما شايفين في الشغل بتاع تياب اللي هو بيقولوا عليه شك، في شغل بتاع تياب بيقولوا عليه طباعه، وده تخريم دي طباعه، ده تخريم وطباعه، في شك، في ده تركيب، في تركيب، في غيره. الحاجات دي انت بتشتغليها براكي في البيت ولا بتمشي لخياطين معينين؟ انت متعاقده براكي؟ لا براي في البيت. عندي مكانة خياطة، ده مثلا تركيب التوب البرتغالي بيبني ده، ده مثلا ده خياطة، لا ده خياطة بالمكنة كده اشوفه جميل جدا التوب ده، ده خياطة بالمكنة، ده مثلا خياطة بالمكنة بثبت اللي هو انت القماش عليه، واي بس القماش عليه وده بتخيط عادي بالمكنة. والحاجة دي معمولة بس في جزء واحد من التوب، في جزء واحد بس في الجدعة، في الجدعة بتاعت التوب. حلو، فكرة حلوة. طيب وده اللي هو اللولي، اللولي بتركب عادي بمادة فابريك، بتركب بيه عادي يعني. طيب كيف المواد دي ثباتها وجودتها مع الغسيل؟ وبنسمع انه احيانا التوب برضه دار له غسيل كمان بدراي كلين براو. لا عادي هسي ده ممكن يتغسل عادي ما عنده مشكلة، في البيت ممكن يتغسل عادي من غير الدراي كلين. شاهدي على راديو ده برضه جميل. انا بحب النوع بتاع التوب. التياب كلها بتشتغليها حرير ولا بتجيبي توتل؟ لا ده توتل، ده توتل. لكن دايما الرسم اللي هو الرسم الطباعه مثلا بالبهيه وبالكده حلو في التوتل. الحرير عشان خفيف شويه، عشان ده بودره خفيف. مثلا ده بودره أي. حرير يعني بودرة. بيكون ثابت البودره عشان في الجدعه، في الجدعه يكون مريح الشغل بالنسبه للسيده. طيب يا تسابيح برضو في واحده من الحاجات اللي ممكن يكون في كثير من الناس او في سيدات بيكونوا مرات بيحتاجوا انه يلقوها في السوق بس ما بيلقوها. في ناس بتحب تلبس التوب كامل ما ربط، والتياب المعظمه بقت موجوده في الاسواق بتكون ربط، ف
فانت بتعمل حساب للحاجه دي كامل مثلا. يعني انا في ناس مثلا في عمر معين في يعني زي امهات معينه ايوه ما بيحبوا ما بيلبسوا ديل صح. فده هسي انا شغاله وربط ده كامل توتال كامل ده كامل توتال كامل دي حاجه جميله لانه كثير من النساء مرات بيكون مثلا واحده عايزه تكون عندها توب بتاع مناسبه لكن في نفس الوقت عايزه كامل ما عايزه ربط ايوه صح لانه زي ما قلتي في ناس في سن معين ما بيحبوا يلبسوا ربط. طيب كويس خلينا نمشي لحته ثانيه برضو اللي هي فكره العرض ونحن الان في مرحله انك زوجتي التوب بشكل جميل اللي احنا شايفينه لكن العرض يعني بتعرضي حاجاتك كيف تتواصل كيف مع الزبائن والزبائن اللي انا انا يعني معظم صديقاتي عارفين انه انا بشتغل تياب فكنت بشتغل لهم كان في نطاق محدود يعني صحباتي الناس اللي حوالي كده فحتى الموسم الفات من اغاني واغاني كانت ملاز غازي لبست مني تياب لا تحيا اي فلكن بعد ذاك هسي عملت مكان خاص بي فتحت مكان تسابيح علام للتوب السوداني في مدرمان فحعمل الافتتاح قريب ان شاء الله حيكون المكان للناس كلها لكن الفتره اللي فاتت كان في البيت يعني واحنا معزومين طبعا الافتتاح طبعا لازم همشي مع التوب ده طقم مع الاكسسوار ده طقم له توب لا خلاص التوب مني انا هديه ما مشكلة اجيكي قريب ان شاء الله ان شاء الله الاكسسوارات برضه سمحه شاهدين غير شايف يعني شايف شايف حقك جميل جدا والله الفكرة. طيب الاكسسوار في كثير من الناس حاسة بقت بتعمل حاجة جميلة بيجوا بيعملوا الاكسسوار طقم التوب طقم التوب أيوة. معاه الشنطة معاه الحاجة يعني تيجي الطقم كامل قاعد تعمل الفكرة دي برضو في بعمل الاكسسوارات طقم التياب أيوه. بيكون الاكسسوار على نفس الطقم التوب أيوة. على نفس الطقم مرات في ناس بيطلبوا انه يجيبوا مطبقة مثلا سادة على تشتغل لي نفس الشغل المشغول في التوب والشبشب برضو يكون نفس ما بقدر اعمل الحاجة دي جاهزة لانه ما بعرف مقاسات الناس في الاحذية كيف كذا لكن اي زول بيجيب الحاجة انا بشتغل له بتشتغليها يعني. طيب في النساء عموما بيحبوا افكار يعني في التياب ذاتها تكون مختلفة فبكون عندهم تصميم معين هل انت بتلزم الناس بالتصاميم اللي انت بتعمليها وهم بيجوا بيختاروا منها ولا ممكن الوحده تجي يكون عندها تصميم معين عايزاك تنفذي لها لا بنفذ لاي زول التصميم اللي هو عايزه حسب الحاجه اللي هو عايزها طيب فكرتي تعملي عرض يعني مش بتكلم عن العرض في المحلات عرض للتياب يعني عرض بتاع ازياء للتياب اي مفكره ان شاء الله قريب ان شاء الله انا حعمل تدشين ديوانين ومعه عرضي بتاع ازياء خليتني افصح عن المفاجاه ان شاء الله قريب جدا حعمل الحاجه دي طيب جميل احنا شايفين في توب كده والله احيانا كده بنبغصنا كده احنا العزابه دي اللي هو توب جرتك ده انا قبل شايفه ده سنه كده ايوه ليه ممغصك يا عمار طيب يعني انت ماله وين المشكله شوف لك عروس ونوديها هنا شوفوا لي عروس التوب بتاع جرتك ما مشكله يعني يا سلام طيب احيانا بنلاحظ انه في تغيير بيحصل في توبه جردك وحتى اللون الاحمر اللي هو معروف معهود عنه بيتغير ولك ما شرط انه يكون بقى اللون الاحمر ذات نفسه فكره تصميم توبه جردك باشياء جديده ومودرن وحديثه يعني انا شايفه اللون الاحمر هو ما بتخلى عنه جميل في جدا في جردك اي يعني كعاداتنا وحاجاتنا وكذا بدي العروس لمسه مختلفه شويه وبديها نوره ذاتها مختلفه وكذا لكن بعد ذاك بتجي حسب حداثه العصر والحاجات وكذا انت بتبدع في شكل التوب بس ما ضروري الناس تغير اللون ما جميل جردك من غير الاحمر يعني انا حاسه بكده طيب في واحده برضو من الحاجات اللي عايزه اسال عنها يعني اخيرا كده يا تسابيح في واحدة من الحاجات اللي بيعانوا منها كمان النساء إنه مرات الشغل بيكون في التوب تقيل يعني بمعنى إن هي بالنسبة لها ذاتها بيكون في اللبس تقيل أو متعب أنا شايفة حس التوب بتاع جرتك ده بالتحديد خفيف جدا جدا يعني أنت لو مسكته كده العزابي عمار حالة واحدة عرفت كيف فبتحس إنه خفيف فدي برضو واحدة من الحاجات اللي بيهتموا بها السيدات في إنه ما يكون التوب أيوة تقيل أيوة. عليها في ناس بيشترطوا عليك الحاجة دي بيقول لك ما عايزين التوب يكون تقيل في اللبسة في كده يعني لأنه بيكون في كمية من الدبابيس في التوب وكذا صح بالضبط عشان كده التوب لما يكون خفيف هو بيعتمد على إنه مظهر التوب يكون جميل طبعا. بعد ذاك تقيل خفيف دي ما ضروري يعني ما ضروري أي. طيب تسابيح والله احنا سعيدين جدا كان بوجودك معنا الليله في صباحات سودانيه حديثا عن واحده من الحاجات اللي تخيل لي هي هوس بالنسبه للمراه السودانيه وهي التوب السوداني بنشكرك جزيل الشكر بتمنى انه الناس تكون تابعت الحلقه دي وشافت الافكار المختلفه والجميله جدا اللي انت بتقدمها من خلال الثياب وايضا الاكسسوارات وكمان الشعر ربنا يزيدك ان شاء الله يا رب ان شاء الله نورتينا كثير شكرا لك شكرا لك تسابيح ويمكن انا شايف من قبل شان بتلمي في الشيله يعني
التوب الاكسسوار عندك رطل حنة من فريق اللعنة.